بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو. طبعا في هذا الفيديو أحببت أن أشارك معكم تطبيق الكاميرا الخاص بهاتف جالاكسي اس 10 و اس 10 بلس. طبعا هذا التطبيق إخواني الكرام خرافي بكل ما للكلمة من معنى، لأنه سوف يسمح لك بالتصوير بطرق أكثر حداثة وطرق مدهشة للغاية، كالتصوير مثلا نايت سايت، يعني هذا التصوير الليلي المدهش إخواني الكرام الذي تمت إضافته إلى آخر يعني الهواتف الجديدة. بالتالي يعني من خلال هذا التطبيق الكاميرا الخاص بهاتف جالاكسي اس 10 واس 10 بلس سوف تمسح بطبيعة الحال تطبيق الكاميرا الخاص بهاتفك وسوف تعتمد عليه. قبل أسبوع أنا شخصيا كنت أجربه لظروف السفر، أن أسافر مؤخرا بشكل كثير وكثير وكثير جدا علي، فلم يتسنى لي أن أشارك معكم لأنه تم تسريبه قبل تقريبا 7 أيام أو 6 أيام. لذلك يعني حتى تحصل على التطبيق سوف تجدونه أسفل الفيديو، كما أشرت يعني يتيح لك التصوير بعدة طرق مدهشة للغاية مختلفة. أولى الطرق بعد أن تقوم بتثبيت التطبيق بطريقة عادية، فهذه الطرق التي يمكن لك التصوير بها إخواني الكرام المختلفة. ولكن الشيء المدهش كما ذكرت النايت سايت، يعني هذا التصوير الذي يجعلك تلتقط يعني صورة واضحة جدا في مثلا الليل. إذا سوف نمر عبر هذه الأشياء جميعا. مثلا لينس بلور، يعني هذا التصوير بطبع الحال معروف جدا إخواني الكرام، أنك عندما تريد التصوير بطبع الحال تصور بهذه الطريقة علي، عندما تصور فيتم تصوير يدك، لاحظوا معي يعني الجزء أو يصورك أو يلتقط يعني صورة لك بطبع الحال، ثم يعني الخلفية تكون مضببة. يعني هذا التصوير بطبع الحال موجود فقط في الكاميرات الرقمية الاحترافية، مؤخرا تمت إتاحته يعني للكاميرات أو الخاصة بالهواتف. أذكر بأن التصوير يعني الحين يعني أنا شخصيا أصور بهاتف نوعا ما جودة يعني الكاميرا الخاص به يعني متوسطة، لذلك يعني الفيديو قد لا يكون بجودة كبيرة إخواني الكرام. إذا يمكن لك التعديل بعد ذلك بطرق احترافية. هذا بالنسبة للينس بلور، يعني التصوير البانورامي، يعني الذي يجعلك تصور صورة يعني بانوراما عليا، أنتم تعرفون هذا التصوير بانورامي. أولا أصلا هذه الكلمة أنا شخصيا إخواني الكرام صعب جدا أنطقها، بانورامي علي. اذا علي تصوير البانورامي، انت تعرفون جيدا التصوير هذا اخواننا الكرام ايضا الذي يجعلك تلتقط يعني الصور بخلفيه مضببه، لذلك بطبع الحال التصوير بالفيديو والكاميرا. ولذلك يعني نايت سايت اخواني الكرام، اذا قمت بالتقاط الصوره في الليل في مكان مظلم، وهذه اخر ميزه موجوده الحين يعني في الهواتف الحديثه اخواني الكرام، يتم التصوير بطبع الحال بجودة وبوضوح كامل. إذا يعني هذه الميزة موجودة في هواتف جالاكسي اس 10 واس 10 بلس وهواتف يعني جوجل الجديدة. بالتالي فإذا لديك هاتف جالاكسي اس 10 أكيد يعني لديك هذه الميزة، وإذا كنتم تشاهدون الحين في الصور نموذج لهذا التصوير المدهش. أنا الحين يعني في الصباح يعني كما سوف تشاهدون، ف التصوير بتاع الحل يعني لن يكون هناك يعني لن يكون هناك بتاع الحل يعني الفرق، لانه يجب ان يكون تصوير ليلي في ميزات النايت سايت اخواني الكرام. علي هذه الميزه الاخرى او الخاصيه الاخرى كما سوف تشاهدون الفوتوسبر، يعني هذه الميزه يعني تسمح لك بان تصور مثلا شخصيا في هذا المكان، ممكن ان اصور كاملا حتى الخلف في صوره واحده، يتلقط لك يعني صورة مدهشة لمكان واحد. مثلا الحين أولا ألتقط صورة إلى هنا، ثم سوف تظهر لك نقاط وأنت تتبع يعني هذه النقاط كما سوف تشاهدون. مثلا هنا إذا سوف أتبع نقطة أخرى لحين ما تلتقط صورة كاملة لجميع المكان الذي أنت تتواجد فيه وحتى الخلف، يعني يعطيك يعني صورة كاملة مدهشة إخواني الكرام، فيجب عليك أن تتبع يعني النقاط التي سوف تظهر لك بطبع الحال في الجوانب إلى غير ذلك. تلف هذا التصوير أيضا مدهش لكي تصور مكان واحد
في صورة واحدة يعني شبه مدهش يا اخواني الكرام. وقت مع التصوير حدود يعني التصوير لا يسمح لي بان اشرح لكم هذه الميزة. اذا في ايضا ميزة، هذه الميزة بتوع حلة الشغل بالنسبة لنا شخصيا، لانه ميزة متوفرة فقط للهواتف الحديثة يعني خاصة بجوجل. هذه الميزة يا اخواني الكرام التي تحدثنا او كتبت عليه يعني تدوينها قبل ايام، هي تسمح لك بان يلتقط لك يعني الصوره يعني الكاميرا الاماميه الخاصه بهاتفك صوره سيلفي بدون ان تضغط على اي شيء. يعني تعتمد على ميزه او يعني تقنيه الذكاء الاصطناعي. يعني تعرف الكاميرا الخاصه بهاتفك متى سوف تلتقط لك صوره جيده للسيلفي، فقط عندما تضغط على هنا يلتقط لك هذه الصوره، بحكم انها يعني حل متوفر فقط للهواتف التي تم دمج فيها هذه التقنية، فيعني لن تستطيع يعني استعمال هذا الميزة. وهذه الميزة الأخرى هي يعني التصوير البطيء. مثلا أعطيكم نموذج بصورة حتى لا نطول. مثلا أنا أحرك الحين يعني اليد كما سوف تشاهدون، لين سوف أقوم بتشغيل الفيديو حتى تشاهدون. لاحظوا معي التصوير البطيء، طبعا حال إذا كنت تريد القيام بتصوير بطيء. إذا ميزات كثيرة جدا متوفرة في كاميرات هاتف جالاكسي اس 10 الحين يمكن لك الحصول عليها في هاتفك. هنا الإعدادات إخواني الكرام حتى لا نطول 6 دقائق على عين. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. أذكر بأن هذه الكاميرا متوفرة مجموعة من الهواتف، لا أعرف بالحدود يعني الهواتف التي تشتغلها في فقط هواتف سامسونج أو الهواتف الأخرى، بالتالي سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو. أعتقد بأن فقط متوفرة لهواتف سامسونج، وانا بحكم السفر كما ذكرت يعني لم اجرب يعني على الهواتف التي لدي يعني في المنزل. انا بعيد كما سوف تشاهدون، يعني انا شخصيا في منزل يعني مكتري، يعني عباره تقريبا عن فندق. علي اخواني الكرام، اراكم ان شاء الله في مواضيع جديده. الرابط سوف تجدون اسفل الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.